يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامج اخبار هوليوود، البرنامج اللي ناخذ فيه لفه سريعه على اخر اخبار الممثلين والممثلات والسينما والتلفزيون واي شيء له علاقه في هذا العالم. وكالعاده يا جماعه، وعلشان ما تطول المقدمات، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، فعلوا لي جرس التنبيهات على طريقكم، ولو عجبكم الفيديو لايك صغيرون من صوابعك الحلوه بيكون حاجه جدا ممتازه ودعم رهيب للقناة. وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك، اربطي لي حزامك، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. اول خبر عندنا يا جماعه راح يكون عن اليوتيوبر الوجيه. ايوه سموها نرجسيه، سموها اللي تسموها. امس في تويتش احتفلنا مع بعض عيد ميلادي، ما احب اقول عيد ميلادي، ذكرى ميلادي 31. صار عمري 31، بالله اذا شكل واحد عمره 31. انا متاكد انكم قاعدين تقولوا لا صح، مكتوب كذا في بطاقتي، مكتوب كذا في جواز السفر. الخبر الثاني لليوم يا جماعة، صدور إعلان جديد للمسلسل المنتظر سيد الخواتم أو Lord of the Rings. وأرجع وأكرر يا جماعة، إلى الآن إعلانات هذا المسلسل تبشر بخير، الصور المسربة عن المسلسل تبشر بخير، المؤثرات البصرية والشغل اللي عاملينه في المسلسل واضح أنه جدا يبشر بخير برضو، ونتمنى أنه فعلا يكون قد الانتظار. المسلسل يا جماعة عموما قادم على أمازون برايم في شهر سبتمبر من هذه السنة. وفي حال أنك ما تعرف، يعني ميزانية مسلسل Lord of the Rings وصلت إلى حوالي 100 مليون دولار امريكي، which is تبشر بخير برضو. لما انا المسلسلات يصرفون مبالغ اكبر من كذا، بس كون مسلسل Lord of the Rings ما فيه نجوم يعني يطلبوا فلوس كثيرة، فالرقم منطقي للآن. صرح الممثل نوا مقدم شخصية ويل في مسلسل Stranger Things، يقول يا جماعة يقول انه شخصيته في مسلسل Stranger Things ميولها الجنسية مثلية، وانه شخصية ويل اللي هي شخصيته تحب شخصية مايك. دقيقة خليني اسوي نفسي مصدوم. 3-2-1 اكشن. اوه ماي جاد، تصدق مو باين. سوق امه، اظن كل العالم عارفين اللي هو، فاهمينه، خليني اسوي لهم سبرايز. ترى واضحة نتفليكس. إيرادات فيلم ثور في ثاني أسبوع من عرضه وصلت إلى 400 مليون دولار، which is معناها أنه تراجعت أرباح الفيلم. الفيلم قاعد إيش؟ ما هو قاعد يحقق أرقام كبيرة. الأسبوع الأول جاب 300 مليون، الأسبوع اللي بعده قفل 100 مليون كمان. لا مش هذا اللي كانوا متوقعينه مارفل. عموما ظهر في نهاية الفيلم عبارة تقول أنه ثور راح يظهر مرة ثانية في عالم مارفل، معلومة عادية وتذكر في أغلب أعمال مارفل في نهاية أفلامها. ولكن الصدمة إيش؟ اسألني إيش. المخرج تايكا وتيتي يقول لما شفت العبارة هذه في نهاية الفيلم قلت وات. حتى كريس هيمسورث اللي قدم شخصية ثور قال وات، مين اللي كتب الكلام هذا في نهاية الفيلم؟ أنا ما طلبت كذا. المخرج يقول أنا ما طلبت كذا. عموما ما أدري هو خطأ مطبعي ولا إيش السالفة بالضبط، ولكن يب ظهرت هذه العبارة في نهاية الفيلم، ثور راح يرجع إلى عالم مارفل. معناته إنه هذا ممكن ما يكون آخر ظهور لثور، أو ممكن ما يكون آخر فيلم خاص لشخصية ثور، والله أعلم. فاكرين شخصية بارني يا جماعة؟ ايوة اللي كنا نتابعها واحنا صغار. I love you, you love me. ايوة بس عليك نور. عموما صرح الممثل دانيال كالويا وقال انه راح يكون هو احد الممثلين في فيلم بارني القادم، ويب راح يكون فيه فيلم خاص وحي لشخصية بارني. ولكن التصريح الجميل اللي قاله هذا الممثل يقول انه الفيلم ما راح يكون عبارة عن I love you, you love me والاغنية ذي اللي عرفناها. لا، الفيلم راح يكون فيها القليل من السوداوية. وسؤال كبير يطرح هذا الفيلم، ماذا لو كانت عبارة I love you, you love me غير صحيحة؟ يا ساتر. معلومة يمكن تضحككم، ترى شخصية بارني وانا صغير كنت اخاف منها، ما تعجبني. يا ماما شيل وغيره، الحين يسووا له فيلم رعب، ايش فيه؟ ايش ناويين تسووا فين انتم؟ بسم الله علينا. Fucking fat purple bitch. فيلم دي سي القادم ليج اوف سوبر بيتس قادم بنهاية شهر جولاي الى صالات السينما، واللي دي سي للامانة شطحت فيه شطحة جدا جميلة ولطيفة. قصة الفيلم عن سوبرمان وباتمان ووندر وومن بلا بلا بلا، الابطال الخارقين اللي نعرفهم، ولكن يعني باسلوب الانيميشن. ولكن ابطال القصة يا جماعة هنا ما راح يكونوا الابطال الخارقين اللي ذكرت اسمهم، ابطال القصة راح يكونوا حيوانات اليفة لهذول الابطال الخارقين تقريبا. يعني على سبيل المثال في هذا الفيلم سوبرمان بيكون عنده كلب اسمه كريبتو، الكلب هذا يطير
يطير ويطلق ليزر من عيونه زي سوبرمان، فاهمين؟ كمان برضو في مجموعة حيوانات أليفة ثانية. عموما الفيلم شكله بيكون لطيف وممتع، فأتمنى فعلا إنه يكون قد التوقعات. والفيلم راح يكون من بطولة كيفن هارت وذا روك وكيانو ريفز وجون كراسينكسي، وراح يكون الفيلم مناسب لمن هم فوق 13 سنة. تدرون وش الأحلى يا جماعة؟ الفيلم يشاع إنه راح يتوفر بالدبلجة العربية المصرية. ياب شكرا لكم دي سي. مسلسل مشتق من عالم ذا بويز جاري العمل عليه. لما تشوف ذا بويز ويقولوا لك في عمل مشتق من عالم ذا بويز، هنا يجب ان تصمت قليلا، يبغى لنا نعطيه شويه حماس، بس مو مره، لا تتحمسوا اكثر من اللازم، ما تحمسوا شويه، دائما اي شيء حتى لو مره يحمس تحمسوا له شويه، لانه ذي الايام ما عاد في شيء تقدر تثق فيه، فاي لحظه كذا تجيك حاجه تكسر ام حماسك. عموما المسلسل هذا ما راح يكون فيه اي من الابطال اللي عرفناهم في مسلسل ذا بويز، وبشكل عام راح تدور احداث هذا المسلسل المشتق من عالم ذا بويز حول شباب وبنات مراهقين عندهم قوة خارقة، وتصير بينهم حوسه فوضى ومشاكل على نفس نهج ذا بويز. وصرح طاقم المسلسل من ممثلين ومن صناع، قالوا يا جماعه المسلسل هذا راح يكون اول شيء موجه للكبار فقط، نفس ذا بويز، وراح يكون مليان عنف ودمويه وشظايا واشلاء وفوضى عارم. انا ما قلت لكم اسم المسلسل صح؟ اسم المسلسل راح يكون جن في، والى الان ما في اي معلومات اضافيه متى راح يتم اطلاقه ومتى راح يتم البدء في تصويره، ولكن كالعاده راح تعرفون هذه المعلومات معايا في المستقبل ان شاء الله. كيانو ريفز يا جماعة بطل سلسلة أفلام The Matrix وكذلك بطل سلسلة أفلام جون ويك الرهيبة، صرح في أحد اللقاءات وقال إنه ما زال يحلم أو إنه يحلم إنه يقدم دور شخصية باتمان أو بروس وين يوما ما في المستقبل، وإنه مرة يحب شخصية باتمان ولو قدمها بتكون حاجة جدا جميلة بالنسبة له. عن نفسي للأمانة قاعد أواجه صعوبة في إني أتخيل شكل كيانو ريفز كباتمان، كل ما كذا حاول أتخيلها في راسي ما راضي تيجي، حتى لو بحثت في جوجل أشوف شكله أقول لا مو لا. في شيء غريب. بشكل عام يا جماعه ما عليكم مني، انتم ايش رايكم؟ تشوفون انه كيانو ريفز يصلح يقدم شخصيه باتمان؟ برضو كيانو ريفز يا جماعه راح يكون المقدم لبرنامج وثائقي قادم على منصه ديزني بلس، والبرنامج هذا راح يكون عن عالم الفورمولا 1. انا ماليش في الفورمولا 1، بس عندي صديق يموت في ام الفورمولا 1، واكيد برضو العيون الجمهور اللي يحبون فورمولا 1، انا متاكد انه فورمولا 1 لها جمهور عندي صح. في تحبه؟ في حد يحب فورمولا 1؟ يكتب حط لايك، اكتب تعال فورمولا 1. الممثلة سهيلة يعقوب تنضم إلى طاقم الممثلين من الجزء الثاني من فيلم دون. أخ أنا مشكلة إني مرة متحمس لهذا الفيلم، مرة متحمس له، مرة متحمس له، في حال إنك ما شفت الجزء الأول أرجوك شوفه، أرجوك بليز. عموما يا جماعة الممثلة سهيلة يعقوب هي ممثلة سويسرية من أصول تونسية، وراح تكون واحدة من طاقم الممثلين في الجزء القادم. وبالحديث عن فيلم دون الجزء الثاني يا جماعة، أعلنت استديوهات وارنر بروز انه تم البدء في تصوير الفيلم او الجزء الثاني من عالم دون. نرجع ونكرر، تعرف الجزء الاول يقلع ام الحماس، ما يا اخي احب الفيلم هذا احبه. عموما يا جماعه انا ما ودي انكد عليكم واقول لكم متى راح ينزل الجزء الثاني من فيلم دون، بس اذا انت مره مصر احب اقول لك انه راح ينزل في نهايه 2023، يعني مره باقي كثير، بس ما عليكم، الايام تجري، الايام تجري. امس كان عمري 30، اليوم عمري 31، الايام تمشي، انتوا بس انسوا الموضوع بيجيكم فيلم دون الجزء الثاني بسرعه. توفرت النسخة الرقمية للفيلم الرائع بلاك فون، وتقدرون الآن تتابعونه سواء من البيت ولا من الجوال ولا من أي مكان يعجبكم. وأحب أقول لكم يا جماعة إنه فيلم ذا بلاك فون فيلم جدا جدا رائع، وبالرغم من إن أفلام الرعب ما تجذبني إلا إنه هذا الفيلم كان تجربة جدا مميزة ورهيبة، ولولا بعض الملاحظات البسيطة في قصة الفيلم ذا بلاك فون لكان أعطيته العلامة كاملة 10 من 10. الفيلم ما هو بيرفكت، في شوية أشياء ما الأمها لازم، ما في اشياء تقهر، بس كفيلم وكقصة للامانة ممتع ورهيب، ستيل لا يفوتكم. فاكرين شخصية ويني؟ ايوه الدبدوب اللي يحب العسل، اللي معظم جيل التسعينات والثمانينات تربوا عليه وتابعوه هم صغار. احب اقول لكم يا جماعة انه ذكريات طفولتنا راح تتشوه عما قريب، مكفاية بارني. بارني انا اكره بارني اصلا خلقه في حريقه، بس ويني سكين ضعيف الله. الشخصيه هذه راح ينزل لها فيلم رعب، رعب حي حقيقي. انا ماني عارف مين اللي راح ينتج هذا الفيلم، ولا انا عارف ايش الشركه تبعه، ولكن قريت الخبر في تويتر من صفحه موثقه جدا واثق في اخبارها انه في فيلم رعب قادم لشخصيه ويني، وراح يكون فيلم كذا من ذي الافلام اللي كلها تقطيع ودم عارفين ودب كذا كريه يجري ورا الناس. ولكن للامانه بحثت عن بعض الصور في جوجل لهذا الفيلم، الصور تقول انه الفيلم بيكون مره تجاري، الصور تقول كذا مش انا، شوف الصور بحطها لكم، والله تقول شكل الفيلم بيكون مرة تجاري، ما أدري عاد.
فيلم لايتير يا جماعة اللي ديزني رفضت انها تحذف المشاهد المخالفة منه في الدول العربية، احب اقول لكم انه هذا الفيلم توفر بجودات رقمية على الانترنت، تقدرون تتابعونه من الجوال من البيت من التلفزيون من اي مكان. ولكن قبل ما تتابعوه تذكروا حاجة، ديزني مسوين مجانين، انت لازم تسوي مجنون. كمان حاجة ثانية، ترى الفيلم تقييمه 5/10 على موقع IMDb. غير كذا اذا انت تحب باز يطير اللي عرفناه في توي ستوري انا الصديق، يفترض اننا نسحب على ام النسخة دي من باز يطير وما نحتاج نشوفها. انا عن نفسي ما راح اتابع الفيلم ومانيش تم تابعه، بس حبيت اشارك معكم الخبر وانتم بكيفكم، الله يعقولكم في راسكم. ايش كعبه فاكرين فيلم مدام ويب؟ ياب، واحده كذا يعني ايش شخصيه ما ادري هي بتكون شريره ولا ما هي شريره ما اعرف، ولا قرات الكوميك ولا اعرف شيء، بس يقولون انه ميولها شريره اكثر شيء وفيها شويه من سبايدر مان وعندها شباك عنكبوت. المهم عموما الفيلم هذا راح ينزل سنه 2023، لو انت متابع الحلقات الماضيه راح تكون عارف معلومات اكثر عن هذا الفيلم. عموما قلت لكم انه اغلب طاقم ممثلين هذا الفيلم هم نساء، او اللي اعلنوا عنهم الى الفتره الماضيه كانوا كلهم نساء، من داكوتا الى سيدني الى ايزابيلا الى ايما روبرتس. ولكن احب اقول لكم يا جماعه انه رسميا انضم الممثل آدم سكوت إلى طاقم عمل هذا الفيلم أو فيلم مدام ويب. للأمانة يا جماعة آدم سكوت أنا مرة يعجبني هذا الممثل، ولو مهتمين تشوفون له عمل مرة رهيب وجديد لسه قريب نزل، مسلسل سيفرنس لهذا الممثل آدم سكوت، مسلسل جدا رائع وغير اعتيادي وبفكرة جدا تلحس المخ. يمكن ما يعجبكم بس اعطوه فرصة، يستاهل فرصة. الحلقات الأولى بتكون شوية ثقيلة بس اللي عرفت القصة وتفاصيلها يا ساتر يا ساتر. وفي احد اللقاءات يا جماعه مع الممثل براد بيت صرح انه يعاني من مرض اسمه براساباغونجا، والله اسمه مره صعب. العربي يقولون لهذا المرض ايش؟ عمه تذكر الوجوه او عمه التعرف على الوجوه. بمعنى يا جماعه انه براد بيت مصاب بهذا المرض، وبسبب هذا المرض يواجه مشكله في التعرف على وجوه الاشخاص اللي قابلهم. على سبيل المثال ممكن تكون قابلت براد بيت وتعشيت معاه وحليت وشربت قهوه وشاهي وفليتها معاه، وتقابله ثاني يوم ما يعرفك، عنده مشكله في تذكر وجهك. وترى يا جماعه فعلا هذا المرض حقيقي ولكنه نادر جدا وفيه نسبه قليله من العالم مصابين فيه. وبشكل عام وبعد هذا الخبر بداوا الناس يربطوا فكره انه براد بيت يفكر بالاعتزال علشان هذا المرض ربما، ولكنها تظل مجرد تحريات لانه براد بيت في اللقاء ما جاب طار الاعتزال ولا جاب اي حاجه، بس قال انه عنده مشكله يعاني منها وبلا بلا بلا. حقيقه ما ندري كيف ممكن يؤثر هذا المرض الغريب والنادر على مسيره وحياه براد بيت. على كل حال نتمنى لك الشفاء ايها الممثل الرائع براد بيت. لو فاكرين في سلسلة قصص الممثلين يا جماعة تكلمنا عن الممثلة إميليا كلارك أو كاليسي في عالم جيم اوف ثرونز، في جزء من الفيديو حكينا معاناتها مع مرض تمدد الأوعية الدموية. المرض هذا يا جماعة عانت منه هذه البنت لسنوات طويلة جدا، بل إنها في مرحلة ما من الألم والمعاناة طلبت من الأطباء، قالت لهم خلوني أموت، أنا أبغى أموت، مو قادر أتحمل الألم. عموما هي تعالجت منه ولله الحمد وقامت بالسلامة، ولكنها صرحت في أحد اللقاءات في الأيام الماضية القريبة وقالت إنها خسرت أجزاء بسيطة من دماغها أثناء فترة علاجها. مش خسارة حقيقية شالوا أجزاء من دماغها، لا، إنه في أجزاء بسيطة من دماغها ما صارت تشتغل بشكل كامل إذا صح الوصف. بل إنه إميليا تقول إنها معجزة، إنها إلى الآن ما زال عندها القدرة على الكلام بشكل طبيعي زي البشر. وفي النهاية طمأنت جمهورها وقالت إنه حياتها ماشية وأمورها في السليم وكل شيء عالي العال. ألف سلام عليك يا أم التنانين. عالم مارفل والمرحلة الجديدة في تداعيات واضحة جدا. الجمهور يا جماعة بدأ يعطي تصريحات سلبية بشكل كبير إلى عالم مارفل وتوجه عالم مارفل بشكل عام. وأنا للأمانة يا جماعة بحكم إني شبيح المارفل كنت دائما أسوي نفسي مجنون، عارفين إنه لا معليش فيلم تعبان اللي بعده أحسن، لا مسلسل تعبان وكمان مسلسل ثاني، كل مسلسلات تعبان. بس حقيقي الأرقام، المراجعات، الآراء، صوت الجمهور جالس يقول كلام ثاني. بشكل عام إذا مارفل ما حاولت ترتب أوراقها تضبط أمورها أنا ما أعرف كيف أو إيش ممكن يكون مستقبل عالم مارفل. إذا مارفل ما بذلت نفس الجهد اللي بذلته في عالمها الأول من المرحلة الأولى والثانية والثالثة ما أعرف إيش ممكن يصير. يبدو أن القمة ما هي دائمة لأحد يا جماعة، حتى وإن كنت مارفل إذا ما تمسكت في القمة كويس بتطيح من أتفه زلة. كلمنا في الحلقات الماضية عن انه نتفليكس بدأت تخسر او خسرت عدد كبير من مشتركينها هذه السنة، بل انه في توقعات من خبراء البورصة انتشرت قبل فترة تقول انه نتفليكس راح تخسر المزيد من عدد المشتركين. وللأمانة الموضوع فيه كثير من وجهات النظر، فيه آراء تقول انه بسبب وعي المجتمعات تجاه الأجندة اللي جالسة تحاول تمررها نتفليكس، ناس بدأت تسحب اشتراكاتها وما عاد صاروا مهتمين في نتفليكس. وآراء ثانية تقول انه بسبب فشل نتفليكس في تقديم محتوى نظيف ويستحق المشاهدة،
عاد عندهم شيء يسوى، كل مسلسلاتهم كل افلامهم مضروبه. وراء ثانيه تقول انه بسبب كثره المنافسين في الساحه نتفليكس نزل سوقها شويه وصار في منافسين كثير في الساحه، فطبيعي يقل عدد المشتركين عندهم. وبشكل عام انت ايش رايك عزيزي الوجيه، ليش نتفليكس جالسه تخسر عدد مشتركين بشكل كبير زي كذا؟ ومن جديد يا جماعة فيلم مينيونز The Rise of Gru يتخطى ويكسر حاجز 500 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي، وتوقعات تقول إنه ربما يصل إلى 750 مليون دولار برضو. يمين بالله سلسلة The Minions، سلسلة Gru، سلسلة Despicable Me هذه ترى سلسلة مرة مجنونة، ما عليكم من اللي قاعد يصير جوة الفيلم، عليكم في تأثيرها حول العالم. المينيونز ذولي صاروا أشهر من ميكي ماوس يخرب بيت إبليسهم. Good job والله. Good job. فيلم جيراسيك وورلد يا جماعة من سلسلة جيراسيك الشهيرة، رغم انه الناس طاحوا فيه سب وشتيمة وقالوا انه الفيلم هذا تسليكي، الا انه هذا الفيلم بالرغم من التقييمات المنخفضة قدر انه يحقق ارباح وصلت الى 900 مليون دولار. الناس زعلانة من الفيلم والتقييمات سلبية، بس علشان تشوفوا قديش الناس يحبوا جيراسيك وورلد وعالم جيراسيك بشكل عام، رغم انه الناس زعلانة ومقيمينه تقييم منخفض، الفيلم جاب 900 مليون. تخيلوا لو كان الفيلم مرة قوي، صدقوني كان بيجيب رقم خيالي. 900 مليون هو مضروب، ايش كان بيصير لو كان ممتاز؟ وبوستر مسرب يا جماعة ويبدو أنه غير مكتمل أو غير رسمي إلى حد كبير للجزء الرابع من سلسلة كابتن أمريكا. البوستر هذا من مؤتمر أو مهرجان كوميك كون في سان دييغو. شوفوا أنا عندي حاجة محيرتني صراحة، كيف كابتن أمريكا إلى الآن باقي رجال؟ ما أدري، هم تورطوا كذا في نهاية إند جيم يوم أعطوا الشيلد لا اخوينا فالكون، مفروض كلهم بنات خلاص، ما عاد في الا بنات في عالم مارفل. اتوقع كذا في مرحلة ما بيسووا مصيبة في فالكون ويخلوا ايش كابتن امريكا الجديد بنت. ما ادري صراحة، بس توجه مارفل يقول كذا، ايش بك تطالع فين انت؟ وفي اللعبة السنوية اللي تجمع مشاهير ونجوم في دوري البيسبول، ظهر عدة نجوم هذه السنة، من بينهم النجم الكبير براين كرانستون، أو مثل ما عرفه البعض بشخصية والتر وايت. الحدث هذا يقام سنويا يا جماعة تحت مسمى All Stars Legend and Celebrity Softball Game. يجمعون المشاهير كذا من مغنين ومشاهير سوشيال ميديا وممثلين وأيا كان في الملعب وبحضور الجمهور، ويلعبون مع بعض بيسبول. المهم يا جماعة إن والتر وايت أو براين كرانستون حمس شوية هو يلعب وجاته إصابة قالوا الى خارج الملعب. الرجال كبير، شوف الصوره اصلا، الصوره الحالة تقول له يا ابن حات عود من ابليس، يلا حسن الختام. المهم انه نقلوه الى خارج الملعب وصرح بعدين، قال انا واضح انه ايش مفروض اني اكون مع الجمهور، قالوا لازمه ليش اخش العب وبهذل نفسي. يعني والله انا قلت نفس الكلام يوم شفت صورتك صراحه، بس الف سلامه يا عم والتر وايت، الف سلامه قدامك العافيه. جينيفر لوبيز المغنية والممثلة بعمر 52 سنة والممثل المتميز بن أفليك بعمر 49 سنة أعلن الاثنين زواجهم رسميا يوم الأحد الماضي في مدينة لاس فيغاس. ياب الاثنين دول يتزوجوا بعد صايرة كذا أصلا في فوضى في علاقتهم، لها ماضي قديم بعدين رجعوا مع بعض حاجة زي كذا، والحين قالوا خلاص لازم نتزوج. كلنا نقدر نقول ألف مبروك، منك المال ومنها المال والعيال. وجيه ليش تقول منها المال ومنها العيال كمان؟ خلاص هو المال وهي العيال، لا تقول منها المال والعيال، انت افهم قبل ما تتفزلق. انت عارف جينيفر لوبيز كم عندها في حسابها؟ عندها 400 مليون دولار، وبن أفليك المسكين عنده 150 مليون دولار. ما تبغاني اقول منه هالمال ومنها المال والعيال؟ تلاقيها هي اللي بتصرف عليه على كذا. عموما الف مبروك للاثنين، جود لك. شهر او اقل من شهر يفصلنا عن بدء عرض مسلسل شي هولك، واللي نتمنى انه يكون افضل من المسلسلات اللي شفناها في المره الماضيه زي مس مارفل النايم، لانه مسلسلات مارفل صراحه صايره تخوف. لما يقولوا في مسلسل مارفل انا اقول الله يستر، لما يقولوا في فيلم مارفل اقول اوكي، يعني الافلام يقدروا يسيطروا عليها او ان احس انه قابل للسيطره، بس المسلسلات صار اخاف منهم صدقا. عموما المسلسل راح ينزل خلال اقل من شهر على منصه ديزني بلس. ولو ما تعرف وش قصه مسلسل شي هولك، ببساطه هولك بس بنت. فاكرين سلسلة الأفلام الجديدة المشتقة من عالم The Hunger Game؟ ياب تكلمنا عنها أكثر من مرة في حلقات الماضية. أحب أقول لكم أنه تم انضمام الممثل القدير والرهيب بيتر دينكليج إلى طاقم الفيلم، إضافة جميلة لسلسلة أتمنى أنها تكون برضو جميلة، ونتمنى أنها تكون على قد الحماس والانتظار. وفي حال أنك تتساءل برضو، الفيلم جاي سنة 2023 في شهر نوفمبر، يعني انسى الموضوع، انتظر لين يجي وقتها.
وختاما يا جماعة، ذا ويكند المغني، ذا ويكند مش الويكند حق الأسبوع، لا المغني ذا ويكند والنجمة الصغيرة ليلي روز ديب، أيوة أيوة ما رحت بعيد، بنت الممثل جوني ديب. المهم يا جماعة الاثنين هذول عندهم مسلسل قادم على منصة HBO مكون من 6 حلقات. أنا شفت إعلان المسلسل وأحب أقول لكم إنه المسلسل يبدو إنه بيكون مسخرة قلة حياة أكثر من اللازم. الإعلان كذا كله مسخرة قلة حياة. عموما ما علينا في قصة المسلسل، كيفهم أنا مهتم أتابعه بس حبيت أشارك معكم الخبر. الغريب في المسلسل إيش؟ ليلي روز ديب أو بنت الممثل جوني ديب راح تقدم شخصية داخل المسلسل اسمها جوسلين، ولكن ذا ويكند المغني ذا ويكند جوة المسلسل راح يكون اسمه ذا ويكند، يعني هو راح يقدم شخصيته الحقيقية جوة المسلسل. حاجة غريبة بس not interested at all. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية شخبار هوليوود لهذا الأسبوع. لايك للفيديو لو عجبكم، لأنه أكثر شيء ممكن تساعد وتدعم القناة فيه، وتأكد أنك مشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك، وتعال تابعنا من مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.